هو اللي قاعد يبيع ويشري ويعرف. أو كل عام يقول لك لا ماذا؟ كل عام. كل عام. 600 و700 القطار ب 800. علاش قال لك كل عام يقولوا نفس ال. لا نفس الموال نفس الموال يعاودوا فيه. كان الحشيش كان كلش عندهم السبة هذه كيما واحد تاجر دائما يلقى الحجة معاه. لأن المبررات عنده دائما جربها جربها. جربوا أنا في الخربان مجرب حاجه اكسب وجرب دائما عنده الحجه حتى في نهارك ما تعيش مع حتى الكواش يبيع في الخبز مدعم يبيع به بالفوز يسرق وما عنده حتى شيء جربها في نهارك ما تعيشش معاها في نهارك ما تعيشش تهش في نهارك اهدر معاها ما نهدرش معاها جربها في نهارك ما تعيش ماشي الحجج تاعك هذيا تهرب في نهار ملي خلقنا هو احنا المبررات تاعهم في الكذب هذه جميع التجاره للاسف هو اللي ما جربهاش يقول بس تشرب في العام خطره تقول هو غالي هو في الطماطم خطره وفي العنب خطره وفي هذه كلها خطرات جربها وعيش معاها وشوف نعم كل عام نفس الموال كل عام وش يسوي العلف وش يسوي نعم يعلف وش يسوي وش يسوي وش يسوي وش يسوي العلف الناس كل تعلف وش يسوي العلف مشي كل الناس تعلف لا لا هذه لا لا هذه وش سمنها سمنها الحشيش ما تحكيش لك تاعك انت لا 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 وش سمنها سمنها الحشيش نحكي وكاوا هي وش سمنها سامحني واش سمنها 90% ما يعلفوش ايه هي واش سمنها هذه سمنها علف علف هي العلف اللي عندها والله انت خص اي المال باش يجي كما قال 80